هشام انت كمان مخرج ومصمم استعراضات، يعني انا مخرج مش بس انك ممثل. بعين المخرج بقى، ايه المسلسلات اللي انت اتفرجت عليها والاعمال اللي اتفرجت عليها السنه دي في الموسم الرمضاني لو كان عندك وقت تتفرج اكيد، وحسيت انه العمل ده كمان حلو قوي؟ الحقيقه السنه دي الدراما في رمضان كانت دراما متميزه جدا. الشركه المتحده يعني طرحت مجموعه كبيره جدا من المسلسلات فيها فرايتي، يعني كان فيها حاجات كثيره جدا متنوعه. بعض المسلسلات كنت بشوف منها بعض الحلقات، لان احنا يمكن كنا بنصور لغايه اخر ايام في رمضان. يعني شفت الحشاشين، الصوره البديعه اللي حاصله في الحشاشين، الملابس الفخمه، الانتاج الضخم جدا اللي هو بيعيد الرياده مره اخرى للدراما المصريه بشكل امام العالم وامام الوطن يليق العربي، يليق بالقوى الناعمه المصريه. انه انت تتفرج على جودر الف ليله وليله مره اخرى، فمعمول بشكل بديع جدا. كتابه من الاستاذ انور عبد المغيث والاستاذ اسلام خيري كمخرج، الحقيقه الاستاذ ياسر جلال، يعني عاملين ملحمه فنيه على مستوى الاداء وعلى مستوى الحدوته وعلى مستوى الصياغه البصريه كمان. يعني وفي مجموعه كبيره من المسلسلات، يعني في مسلسلات 30 حلقه وفي مسلسلات 15 حلقه. انت عايز تقعد تتابع ايه بقى بعد ما الموسم كله خلص كده وقدرت انك تكون وجهه نظر بعد ما كل حاجه خلصت؟ عايز دلوقتي بقى تقعد تبتدي في ايه؟ لا انا هتفرج على المسلسلات كلها بقى، يعني واحده برويه، يعني اتفرج على المسلسلات لانه يمكن كنا بنتفرج على حلقه وفي حلقات ما بنقدرش نشوفها لانه بالظبط كده.